الالتحاق بالسلك العسكري أمنية الشجعان، فهو مصنع الرجال ومحط آمال كثير من الشبان. السلك العسكري عزيمة وعزة وشموخ فتان، العسكرية انضباط والتزام تقوده العقيدة العسكرية. وفي السعودية عقيدة أبطالنا مستمدة من الكتاب والسنة. بطلنا إبراهيم بادي الزهراني المولود عام 1401 هجرية في محافظة المندق بمنطقة الباحة، تحققت أمنيته بالالتحاق بالسلك العسكري عام 1425 هجرية. حصل على العديد من الدورات الأساسية والتخصصية النوعية ليكتسب العديد من المهارات القتالية. يوم عرفة، الله أكبر، نصر حليفنا بإذن الله. الله يقويكم يا وحوش، الله يقويكم. بطلنا إبراهيم الزهراني يتحدث بشغف عن أجواء الحد الجنوبي المفعمة بالطمأنينة والثبات وقيمة الوقوف في الميدان دفاعا عن الدين والوطن مع زملائه الأشاوس. المقدمة وبيض الله وجهكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. العسكرية بالنسبة لي أنا أعتبرها وسام شرف على صدري وشرف حماية الدين والوطن والمليك، ونحمد الله قضينا فترة لا بأس بها قبل أن أنصاب، وخدمنا الدين وخدمنا الوطن ورفعنا راية التوحيد على حدودنا الجنوبية لردع فئة ضالة باغية، والحمد لله سطرنا مع أخواننا الأبطال جنودنا البواسل بطولات على الحد الجنوبي ستبقى في التاريخ إن شاء الله. صراحة أنا أعتز بكل شيء ينتمي إلى المسرك العسكري. العمامة كانت معي على الحد الجنوبي، فكنت يعني أفتخر يعني إن شيء شاركني بالحد الجنوبي تكون معي هنا. يعني صراحة أنا ممكن أقول لك إني حزين إني فارقت المنطقة هذيك، ولو وتمنى أني أرجع لها ولي الشرف أني أكون فيها. فهناك أعظم شرف أنك تكون تحمي هذا الوطن وهذا الدين ومقدساته. فأنا افتقدت الأماكن التي كنا مع زملائي، وافتقدت زملائي برضه أيضا، يعني افتقاد أحيانا تذرف دموعي لما أتذكر الأيام الخوالي مع أبطالنا في الحد الجنوبي، وكنا يعني تذكر الأيام خير وشر وأيام صعبة مرت علي هناك وأيام حلوة فيها انتصار وفيها فرحة. فهذه شيء يذكرني صراحة. كانت أيام عز وبطولة، وأنا شاركت في الحرب السابقة لدرع الجنوب 2009، وكان لي شرف المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الفترة ذي. فصراحة كنا نعيش أجواء بطولة مع زملائنا، كانت فيه أخوة بيننا، أخوة متارس، أخوة خنادق، كنا نفدي بعض بالأرواح. الشباب كانوا على قلب رجل واحد، وكنا ننفذ تعليمات قادتنا بكل حماس، وكنا نتسابق إلى المهمات والعمليات. تشعر بالفخر والعزة لأنك قاعد تدافع عن الوطن هذا، وهذا شرف بحد ذاته. ولن أنسى الأيام الخوالي التي مضت يعني مع أبطالنا جنود الحد الجنوبي، الله يسددهم ويربط على قلوبهم، يسدد رميهم. صراحة كانت أيام مليئة بالانتصارات وبالفخر، كنا نخوض معارك يعني كانت صعبة، وكانت تنتهي يعني أناشيد وهزوجات على ما يسموها بعد كل انتصار. فكنا نردد أحيانا بعض الأشعار والأبيات وحنا راجعين منتصرين رافعين علم المملكة. كنا مثلا نقول: نم قرير العين يا وطني، تستنطق العز لا تستنطق الألم، إما أصابح كف العز منتصرا فلن أصابح كف العار منهزما، ثق بنا يا وطني نحن الوافين بالقسم، احتزم بنا يا وطني
ستبقى دوما منتصرة. في السعودية تقدم الأسرة أبناءها للدفاع عن دينهم ووطنهم بكل افتخار واعتزاز، إيمانا بشرف الدفاع عن قبلة المسلمين، وتأصيلا لموروث الشجاعة والإقدام في النفوس العربية الأصيلة. الأهل لهم وقفة صادقة معي، وكانوا يدعموني، وكانوا دائما ما يذكروني بهذا وطنك، هذا عقيدتنا، هذا دينك، هذا مليكك. كنا في أجواء الحد الجنوبي يعني نشعر بالعزة ونشعر بالفخر، تحس أنك مسؤول يعني عن حماية الوطن والدين. يمكن ما أقدر أقول لك إيش مشاعري بالذات لما انصبت وطلعت من هناك، حسيت بفقد للمنطقة دي، فكانت فيها يعني روحانية عظيمة. إبراهيم صراحة مصدر إلهام وإعزاز وفخر لي ولكل مواطن سعودي، ولجميع الأخوان والأهل، والوالد والوالدة فخورين به، والناس جالسين يعني يهنونهم بالمصاب الجلل اللي هو أصيب في ميدان شرف وعزة وبسالة. حنا نتفاخر ونفاخر فيه، نستمد إلهامنا وصبرنا وفخرنا من هذا الرجل الذي يعني كان متفاني في عمله وضحى يعني بالشيء الكثير للمجال عمله، حتى الزواج لم يتزوج، وصرينا عليه أن يتزوج أكثر من مرة، فاعتذر قال أنا وهبت حياتي للمسلك العسكري. إصابة إبراهيم أنا أعتبرها وسام شرف للوطن كامل وللأهل الخاص. الأهل الله ربط على قلوبهم، وبالعكس اللي رأوا فيه أنه أصيب دون الدين والمليك والوطن، وسقى ثرى هذا الوطن بدمائه الطاهرة، يعني سيخلد اسمه في التاريخ للأجيال وللأجيال القادمة. فهو أرفع رأسي فيه وأتفاخر به لأقدامه، لبطولته، لبسالته، لشجاعته. الأهل نفس الشيء يعني داعين له الدعوات الصادقة. أسأل الله أن يربط على قلوب جميع الجنود المرابطين في الجبهة، وأسأل الله أن يسدد رميهم وأن يحفظهم من فوقهم ومن تحتهم، ويبقى حامي وطني إن شاء الله، حامي للوطن بإذن الله، وسترون إن شاء الله في ميادين العزة والشرف عما قريب. عليك هذول صقور سلمان، بيض الله وجههم، من جبال مران، يعطيهم العافية. كنت دائما ما أقرأ عن بطولات أجدادنا وآبائنا الذين سطروا بطولات في فلسطين، بطولات في الحروب السابقة التي خاضوها، في حرب الخليج، في الوديعة، يعني وبطولات قديما. فكنت أطالع الناس هذول، يعني صراحة كنت أقرأ كثير لهم لمن سبقنا في السلك العسكري، فبثت فيه يعني الشيء في حب العسكرية. كنت معجب، وكان قدوتي عسكريا سمو الأمير فهد بن تركي قائد القوات المشتركة الآن، فهو قدوتي في العسكرية. فكنت يعني صراحة كنت أقرأ عنه وأخذ معلومات عنه، فكان قدوة لكثير من أخواننا وزملائي بالذات في الوحدات المظلية الصاعقة. فكان يعني دائما متواجد معنا، وكان يدعمنا، وكان يعني يحاول أن يوفر لنا أحدث الأسلحة على مستوى العالم، أحدث المعدات، أحدث التجهيزات، كان يحاول، وكان في الميدان معنا. يعني رغم مشاغله الكثيرة، إلا أنه كان قبل الحرب معنا في التدريبات، في التمارين، في المهمات، فكان يعني يعطينا بعض من معلوماته القيمة. سمو الأمير فهد بن تركي له فضل علينا كوحدات مظلية، بدعمنا، بوقوفه معنا، بتجهيزات نفعتنا، وكان لها دور كبير في الحد الجنوبي، أن سطرنا من خلف هذا الدعم إنجازات وبطولات، فله كل الشكر
عن كل جندي دعمه وقدم له نصيحة وقدم له يعني شيئا من خبرته الطويلة في المسلك العسكري، فهو له باع طويل في المسلك العسكري وله خدم الدين والوطن قبلنا، فهو قدوة لي، أنا أعتبره قدوتي عسكريا. الجندي السعودي يتمتع بالشجاعة والإقدام والاحترافية القتالية. بطلنا إبراهيم الزهراني يروي لنا مواجهاتهم مع العصابات الحوثية في التضاريس الجبلية الصعبة. أغلب الناس ما هو متوقع إيش اللي قاعد يحصل هناك، لأن نواجه تضاريس صعبة، غابات، جبال شاهقة، يعني بهذه المناطق نتعرض لكمائن كثيرة من العدو، لأن عدو غدار وجبان، يعني لا يواجهك بل يغدر فيك. يعني أكبر جيوش العالم تتقهقر في هذه المناطق، بس أبطالنا على الحد الجنوبي بعقيدتهم بإيمانهم سطروا بطولات في هذه المناطق واستطاعوا التغلب عليها، فكان لهم بطولات صعبة. العقيدة العسكرية للجندي السعودي هي أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعقيدة صحيحة على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا العقيدة تعطيك روح وقوة إضافية على مهاراتك التي اكتسبتها من الميدان واكتسبناها من قاداتنا وتعليمات قاداتنا. أنت في أعلى قمم الجهاد، حتى العدو كان ينهار في لحظات لاحترافية زملائنا وبث الرعب في قلوب العدو، كان يتقهقر في أشياء كثيرة لولا الاحترافية ولولا المهارة ولولا الصبر وقوة العزيمة. صراحة التضاريس صعبة، أقوى جيوش العالم تنهار في هذه التضاريس، بس الجندي السعودي استطاع أن يتغلب عليها باحترافيته وفكره وإيمانه وعقيدته، وسطروا بطولات بثت الرعب في قلوب الأعداء. الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونحمد الله عليه. بطلنا إبراهيم الزهراني يتمتع بروح معنوية عالية رغم فقد قدميه. هنا في الأروقة الخارجية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض يروي لنا قصة إصابته البطولية في ميدان العز والشرف. بطلنا إبراهيم الزهراني، إحنا الآن نتجول في الحديقة، ودي أنك تحكي لنا وإحنا في هالجولة قصة الإصابة، يعني ما شاء الله تبارك الله عليك الروح المعنوية اللي عندك تخلينا يعني نتكلم بأريحية عن هذه القصة اللي تشرفت فيها بالدفاع عن الدين والوطن وصبت فيها في الحد الجنوب. أول شيء صراحة حنا كان في مواقع بالداخل اليمني معادية، وكانت قمم تستهدف بالقذائف مناطق داخل الحد الجنوب. إيه. فقاداتنا خططوا للعملية اشتركنا في التخطيط معا، فبعد ما انتهينا من التخطيط للعملية تقدمنا في الليل، يعني تقدمنا بالليل يمكن حدود المغرب بعد أن جاء الليل تقدمنا، كان معي مجموعة أبطال من أبطال الوحدات المظلية والصاعقة، تقدمنا على قمة شاهقة يعني استغرق ممكن كان المسير لها أكثر من ساعتين لحد الوصول للقمة المعادية. فالشباب بيض الله وجيههم كان العدو يقذف علينا قنابل ويرمي علينا طلقات، بس احترافية القوة التي كانت معي ساعدتنا، وكانت بطولة وكانوا قدر المسؤولية. كفو يا بطان. أيوه. فتم
يعني الالتفاف على العدو في القمة ذي ومباغتته في خنادقه، وتم قتل مجموعة منهم وهروب الباقي. فبدأنا بالانتشار على القمة ومسك المواقع والتحصين والمتارس، فبدأوا الشباب يكبرون. السلام ورحمة الله. فبدأوا الشباب يهللون ويكبرون وربعنا علامات النصر على القمة بعد أن اندحر العدو من القمة ذي. العدو والجبان كان واضع في الخنادق هذه عبوات ناسفة. فأثناء تمترسنا وتوزيع قوتنا على الخنادق العدو والجبان فجر العبوات الناسفة هذه عن بعد، فتسببت لي في أني فقدت الطرفين في الحال، وكنت مرمي على الأرض. هذه قصة الإصابة، يعني أنتوا بعد العملية اللي قمتوا فيها حدثت لك الإصابة هذه؟ أي بعد السيطرة على القمة. نعم. العدو فجر عن بعد هذه العبوات، فتجمعوا الشباب حولي، فكنت أقول لا تتجمعون، ارجعوا تمترسوا تخندقوا. فما كنت أفكر في الطرف، كنت أفكر أن أخوانا ما يجيهم شيء. بالضبط. كفوا يا أبطال إبراهيم. يعني أنت قصة الإصابة كانت بعد العملية، كان غدر منهم، هم تعودوا أنهم يواجهونكم إلا عن طريق، يعني هم فروا لكن استخدموا خدعهم. بالضبط. نعم، يعني هذه دلالة على أنهم جبناء ما يقدرون يواجهون هالأبطال اللي امثالكم. بالفعل تقدم قوتنا كانت تقدم قوي، وأرهبت العدو وغادر الموقع، لكن الزرع في الموقع. نعم، عبوة ناسفة وهي اللي سببت لك الإصابة هذه. بالضبط. بيض الله وجهك. نكمل إن شاء الله حديثنا إن شاء الله في جزء آخر إن شاء الله. بعد ما سيطرنا على الموقع وعلنا التكبير والنصر، رفعنا شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، العدو والجبان فجر عبوات ناسفة كانت في الموقع عن بعد، فبترت رجليني فسقطت على الأرض. تجمعوا أخوياي زملائي في القوة حولي، فكنت أرفع معنوياتهم واثبتوا في مكانكم بس أرجعوا، لا أحد يجلس عندي، أنا إن شاء الله إصابتي بسيطة كي أهون عليهم من الحدث اللي صار. تمترسوا الشباب ومسكوا الموقع. أربعة من زملائي الأبطال الأشاوس شالوني على أكتافهم في منطقة مليانة ألغام، وكانت فيه قذائف تتساقط مع العدو وطلقات، لكنهم كانوا قد المسؤولية وأثبتوا أنهم رجال حق وإخوان خنادق. حملوني لمدة ساعتين على أكتافهم في منطقة واعرة صعبة، أغلب الموقع كان ملغم بالفعل، لكن الأبطال تجاوزوها واستطاعوا أن يوصلوني إلى أقرب نقطة توصل لها الإسعافات، فأخلوني الحمد لله، فكانت حياتي بأيدي هؤلاء الأبطال ولن أنسى لهم هذا الفضل. فتم نقلي إلى المستشفى، فكان في استقبالي قاداتنا، قائد الكتيبة، أركاناته، وكانوا يحاولون يخففون من المصاب الجلل، فكنت أرد عليهم إنها في سبيل الله ولن تثنيني عن خدمة هذا الوطن، فأنا أعتبرها في سبيل الله. فكنت أردد في المستشفى، أول ما وصلت المستشفى كلمات، فكنت أقول أنا لم أفقد أطرافي على أطراف حدود هذا الوطن، بل قدمتها فداء للدين ثم المليك والوطن، فكم كنت أتمنى أن أنال الشهادة في سبيل الله، فلا نامت أعين الجبناء. الإصابة فخر وشرف أنها ذهبت دون الدين والوطن والمليك ومقدساتنا. أنا سأبقى في حماية هذا الوطن بأي شكل كان، باللسان باليد، ومتى طلبوني قاداتي لطلب شيئا مما أنا كسبته في الحرب هذه سأوصل لهم لزملائي، وسأبقى أرفع من معنويات زملائي في الحدود، الله يثبتهم وينصرهم ويقوي عزائمهم، فهم البقية التي ستبقى في قلبي. الحمد لله أنا صراحة قدم لي خدمات طبية جليلة، اختصرت وقت العلاج لأقل فترة ممكنة، فانتهت فترة الجراحة، فتم يعني تطبيب الجروح، فدخلت في مرحلة ثانية الآن هي فترة التأهيل مع زملائنا في التأهيل للتركيب الأطراف الصناعية هنا مؤقتا، وإن شاء الله سنستكمل العلاج في الخارج. الدولة ما قصرت، وفرت لنا السبل، وفرت لنا كل شيء، قامت بإخلاء زملائي اللي مصابين الأول ألمانيا وإلى أمريكا، فكانت يعني وفر لهم كل شيء،
من سكن من مترجمين، فالحمد لله احنا في نعمة في هذه الدولة أعزها الله ورفع من مكانتها. الحمد لله أنا أعتبر قضيت نصف العلاج الآن، والنصف الثاني إن شاء الله مستقبلا يتم على خير. حنا نتمتع بمعنوية عالية، وجنودنا وقواتنا المسلحة دائما معنوياتهم عالية بفضل قيادتنا الحكيمة. فالحمد لله أنا اكتسبت معنويتي بالذات من زملائي الذين كانوا معي في الحد الجنوبي وقدموا بطولات لهذا الدين. وصراحة بعد ما أصبت أرى تلاحم من الشعب ومن المواطنين معنا كمصابين، وهم سبب رفعة المعنوية عندي بالضبط. يعني صراحة شيء جميل أنك ترى أبناء وطنك يقفون معك ويرفعون من معنويتك، فهذا سبب رئيسي لنا كأبطال في الحد الجنوبي وكمصابين. فمعنويات أبطالنا في الحد الجنوبي دائم مرتفعة لأنهم على عقيدة صحيحة، العدو والخائن عقيدة باطلة. والحمد لله على كل حال معنوياتنا دائم في ظل قيادتنا ملك العزم سلمان الحزم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين محمد بن سلمان. حنا نتمتع بكامل المعنوية أن نرى قيادتنا بهالقوة وهالوقفة الصادقة معنا كجنود ومواطنين، ووقفتهم بالذات مع يمن العروبة وردع التمدد المجوسي الرافضي. إلى زملائي في الحد الجنوبي وبالداخل اليمن، إلى أخواننا المتارس إخواننا الخنادق، فأسأل الله لهم الثبات والتمكين والنصر، وأن يسدد الرمي لهم، وأوجه لهم تحيتي هذه. والسلام عليكم ورحمة الله. إلى أبطالنا الأشاوس أحلى تحية. لبيه يا الحد الجنوبي وجيناك، مجنون من وده يمس السيادة، ودعت ربعي قايل الموعد هناك، أما النصر يا دار ولا الشهادة. لبيه يا الحد الجنوبي وجيناك، مجنون من وده يمس السيادة، ودعت ربعي قايل الموعد أما النصر يا دار ولا الشهادة.